إياك نعبد وإياك نستعين
بِكَ فَحَدِّثْ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من مفاصل الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم فضل وبارك أعمالنا وصح أجسادنا وقوي قلوبنا، ثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واستر عبد الباب، وإذا الخير قربنا وعن الشر أبعدنا، وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Allah'a emanet olun.